بهذه المشاهد التي وردتنا للاستهداف الإسرائيلي على سيارة في مدينة صيدا في لبنان. إذن نتابع وإياكم هذه المشاهد لاستهداف بغارة إسرائيلية سيارة في مدينة صيدا في لبنان. قبل دقائق وقع هذا الاستهداف كما أشارت إليه قبل قليل مراسلتنا ناهد يوسف. حتى اللحظة لا معلومات عن من كان يستقل هذه السيارة المستهدفة بمسيرة على ما يبدو مسيرة إسرائيلية. إذن فرق الدفاع المدني تحاول إطفاء السيارة المحترقة. لا نعلم حتى الآن من كان بداخلها، هويته، وإن نجا أو لاقى حتفة. سنحاول معرفة المزيد من التفاصيل مع مراسلتنا ناهد يوسف، سنحاول تأمين اتصال بها. على العموم نعود ونذكر مشاهدينا بأن الغارات الإسرائيلية ازدادت خلال الأيام الماضية واستهدفت عددا من السيارات التابعة لحزب الله في لبنان، وكان هذه آخرها قبل قليل في مدينة صيدا في لبنان. إذا مشاهدينا تريدون أنباء عن أن المستهدف بالغارة الإسرائيلية في منطقة صيدا مدينة صيدا هو فلسطيني الجنسية يدعى خالد المقدح، بل خليل المقدح. إذن هو شقيق اللواء منير المقدح القيادي في حركة فتح، إذن فتح لبنان. إذن مشاهدينا هو خليل المقدح المستهدف في هذه السيارة، شقيق منير المقدح القيادي في حركة فتح في لبنان.